السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على المايكروسوفت فورمز، ونتكلم إزاي نعمل كويز عن طريق مايكروسوفت فورمز. أول حاجة إزاي هندخل على مايكروسوفت فورمز نفسه. هنفتح نيو تاب عادية جدا من جوجل كروم، ونكتب فوق في اللينك بار office.com. هيدخلنا على الدخلة المعتادة بتاعة مايكروسوفت أوفيس، ويبتدي ان هو يطلب مننا ان احنا نعمل ساين ان. ده المنظر العادي اللي هي الهوم بتاعة مايكروسوفت اوفيس. هنختار ساين ان من هنا، وبعد كده هنبتدي ان احنا نكتب الايميل بتاعنا والباسورد بتاعنا. وده الباسورد، وبعد كده هنبتدي ان احنا نعمل ساين ان. دي الهوم بيج بتاعة كل واحد فينا. كل واحد طبعا هيجيله اسمه هنا او اول حرفين من اسمه. هنبتدي ان احنا بعد كده نختار من السايد بار الموجود في الجنب ده علامة مايكروسوفت فورمز، اللي هي بتبقى حرف F موجود على مربع أخضر وراه. مجرد ما بنفتحه بيبتدي ان هو يدلنا الفورمز او الكويزز اللي احنا اوريدي عملناها قبل كده، او اللي احنا كنا مشتركين فيها. دي كلها حاجات انا كنت عاملاها قبل كده. طب لو انا حابة ان انا اعمل كويز جديد للطلبة عندي، ازاي هعمله؟ هختار نيو كويز من هنا، اول حاجة طبعا محتاجة ان انا اعمل تايتل للكويز اللي انا عاملاه. ممكن ان احنا نسمي التايتل مثلا اسم المديول اللي احنا فيه، سواء اللي كان لسنة اولى لسنة تانية لسنة تالتة. يعني مثلا لو انا هعمل حاجة خاصة لسنة تانية وهم دلوقتي مشغلين في الجي اي تي موديول، ممكن اكتب جي اي تي موديول year مثلا 2، ويبقى هو ده عنوان الكويز بالنسبة لي. ممكن ازود مثلا لو هي خاصة بمادة معينة، ممكن ابتدي اكتب ان المادة دي مثلا say anatomy physiology اي مادة. في حاجة جزء اختياري لو احنا حابين ان احنا نحط صورة بتعبر عن الكويز ده. الصورة دي عادية، يعني انا ممكن اكتب هنا، هو حتى بيعمل لي سيرش على البينج نفسه. فانا ممكن اكتب هنا مثلا كلمة gastroenterology. لو انا كتبت كلمة gastroenterology دي هيبتدي ان هو يقول لي يجيب لي صور مثلا للجي اي تي. اختار الصورة اللي انا عايزاها من هنا، اي صورة انا حباها عادي جدا. حاجة بتمثل المادة اللي انا داخلاها، او حاجة بتمثل بس الموديول. هي حاجة عادية يعني، وحاجة اكسترا بس، مش حاجة اساسية عشان اعمل الكويز لازم اختار صورة. خلاص هو كده مثلا حمل الصورة، ابتدى يجيبها لي هنا. انتر ديسكريبشن دي ممكن ان احنا نستعملها في حاجة من الاتنين. اما ان احنا نوصف الكويز ده للطلبة، نقول له مثلا انت داخل في امتحان مثلا، لو ده اناتومي او كويز، يعني مش امتحان، ده مثلا كويز خاص بالاناتومي. بليز مثلا لو انا عايزة مثلا اقول له ان كل الاسئلة دي محتاج انك تجاوبها. وهنقول برضو ازاي احنا نعمل حاجة زي دي من جوه نفسه. ال questions must be answered. تمام. لو انا عايزة مثلا اديله اي هنتات مهمة اثناء الامتحان او اثناء الكويز ده، محتاجة ان انا اقول له اي comment، اي recommendation، اي حاجة انا ممكن اعملها هنا في الديسكريبشن. ودي بتبقى مقدمة او جزء بسيط خاص بالكويز كتوتل، مش بسؤال معين، لا ده الكويز كتوتل من اوله لاخره. ممكن احطه هنا. لو مثلا الكويز، في ناس اوقات بتحب تعمل كويز خاص بكيز معينة. لو انا عندي الكويز كله هيبقى قايم على كيز واحدة بس، ممكن ابتدي ان انا اكتب هنا الكيس دي، كل تفاصيل الكيس من اولها لاخرها. يعني هنا بيديني مساحة وحرية ان انا اكتب
عدد لا نهائي من الحروف ومن الكلمات ومن السطور براحتي خالص. فانا ممكن لو انا حابه ان انا مثلا تبقى في بروبلم سولفينج والكويز كله على البروبلم دي، ممكن في الديسكريبشن ده بدل ما احط الكلام الكويز اناتومي والحاجات دي، ممكن اقوم جاي حاطه الكيس كلها من اولها لاخرها، ويبتدي بعد كده الاسئله تبتدي تظهر واحد ورا التاني اللي انا هعملهم دلوقتي. فدي تاني حاجه بالنسبه لنا الديسكريبشن، ايه اللي انا عملته فيه. بعد كده مثلا هبتدي خلاص انا كده يعني جهزت نفسي وجهزت العنوان، جهزت الكومنتس اللي انا عايزه اقولها للطلبه في الاول. انا هبدأ احط الاسئله واحد ورا التاني. اول حاجه اد نيو، مجرد ما بضغط عليها بيبتدي ان هو يقول لي انت عايز الكويستشن ده عباره عن ايه. انت عايزه مثلا ام سي كيو، فاحنا وقتها هنختار تشويس. عايزه تكست، يعني انت مثلا هتقول للطالب يعني قول لي اسم حاجة معينة، هتسأله سؤال وعايز إجابة عبارة عن كلمة أو كلمتين. ويفضل في الوقت ده إن الأسئلة تبقى يعني عبارة عن كلمة أو كلمتين بس، لو أنا حابة إن الكويس ده يصحح أوتوماتيك من مايكروسوفت. لكن لو أنا السؤال ده هيتقيم، كل واحد فينا هيقيمه أو الدكتور هو بس اللي هيقيم الكويس ده، فممكن يبتدي يحط اي سؤال هو عايزه وهو يبتدي يقيم الاجابه بتاعه الطالب واحد ورا التاني. وقتها ما يحطش انسر موديل داخل مايكروسوفت فورمز. الريتنج والديت، الريتنج دي يعني ما اعتقدش انها هتفيدنا قوي ككويز، بس الريتنج دي لو هو مثلا عايز يدي ستار مثلا، يعني انت ايه رايك في الحاجه الفلانيه، ادي نقطه من 5 مثلا، دي 5 ستورز لو احنا عايزينها. او لو انت عايز نمبرز مثلا من 1 لـ5، الليفلز انت عايز كام ليفل، يعني عايز يبقى 5 ليفل، 6 7 8 لحد 10 عادي. ستار شكلها طبعا بيبقى اشيك، وده بيبقى اكتر للتقييم، يعني تجربتك ايه في الحاجة الفلانية، مش اكتر من كده. يعني ما اعتقدش ان احنا هنهتم بيها قوي في الكويزز. الديت لو هو هيدخل ديت معين، ودي برضو يعني ما اعتقدش برضو انها هتبقى مهمة بالنسبة لنا احنا. رانكين دي يعني لو انا مثلا حابة ان الطالب يرتب سيكونس معين 1 2 3 4 5 6، الرانكينج دي هتفيدني في النقطة دي. هقول له مثلا رتب الاحداث اللي انا هقولها لك دلوقتي من اولها لاخرها، او مثلا رتب لو انا مثلا بتكلم على الجي اي سي، طب قولي الجزء الاناتومي لو انا بتكلم من اول الماوس لحد الريكتوم. ممكن تقولي اجزاء الجي اي سي عبارة عن ايه، from A to Z، from مثلا من اول الماوس لحد الريكتوم عادي. ليكورت دي نفس الشكل اللي ظاهر عندنا في الجنب هنا. ببتدي ان انا لو مثلا دي افضل برضو بتبقى موجودة لو مع الفيدباكس اكتر. لو انا مثلا بقول له هتقولي الحاجة الفلانية مثلا تجربتك فيها ايه، good very good excellent مثلا، ولا بور كده يعني. فايل ابلود ده مهم اكتر للبورتفوليو اعتقد، وممكن للفيلد تريننج، لان هما دول اكتر حاجات بيطلبوا من الطلبة ان هما يعملوا فايلز مثلا، سواء وورد سواء PDF. ممكن الطالب بدل ما هو بيسلمها يدوي ممكن يبتدي ان هو يرفعها بس على مايكروسوفت فورمز، والمسؤولين يبتدوا ان هما يضبطوا الجزء ده بدل ما يعمل MCQ والحاجات دي، ممكن يعمل فايل ابلود على طول. نت بروموتر سكور دي تقييم، بس ده بيبقى اكتر مثلا للكاستمرز لو حد بيبيع حاجه وكده، يعني حاجه برده ما لهاش علاقه بينا خالص. سيكشن ممكن اقول لكم برده هنستفيد فيها بايه، بس تعالوا ناخد مثلا اكزامبل 1 باي 1. لو انا مثلا اول سؤال عندي حابه ان انا اعمله MCQ، ده المنظر اللي بيبتدي يظهر لي، المربع الصغير اللي في الاول ده انا المفروض بكتب فيه عنوان السؤال اللي انا عايزاه، whatever بقى ايه عنوان السؤال. انا مش هقعد اجيب اسئلة، فمثلا زي انا هكتب مثلا question number 1 وخلاص. لو انا حابة السؤال ده احط فيه ميديا معينة، صورة مثلا، انا هسأل على الصورة دي سؤال معين. مثلا ممكن اقول له هجيب له مثلا صورة معينة،
يعني مثلا ممكن ابتدي ان انا اقول له حاجة زي دي، صورة مثلا زي دي، هي صورة مبين فيها كل حاجة، الريكتوم موجود فين، الاستومك، كل الحاجات دي. ممكن ابتدي ان انا اعمل اديتنج مثلا للصورة دي داخليا عندي على اللاب، وابتدي مثلا اعمل، ممكن احط سهم هنا على الاستومك واقول له مثلا قول لي ايه الحاجة اللي مشاور عليها السهم. ممكن مثلا اجيب واحدة تانية فاضية خالص، صورة تانية فاضية ما فيهاش اي حاجة، واقول له مثلا قول لي الصورة دي عبارة عن ايه. لو انا مثلا ممكن اقول له ده، وقول لي يعني السهم الفلاني ده مصور على ايه، او هنا الصورة دي فيها الوان، هي بس بتحمل معلش، الصورة دي فيها ألوان. فممكن أقول له مثلا اللون الأورنج مثلا ده بيدل على إيه، choose the correct organ name with the color اورنج مثلا سي مثلا. وابتدي ان انا احط له هنا اختيارات، هل هو اول واحد ده، هل اللون ده بيدل على الاستومك مثلا ولا، وهبتدي مثلا هنا ان انا اقول له علامة صح ان دي correct answer فعلا، ولا ده مثلا duodenum. تمام. وممكن احط مثلا ولا ده الليفر، ده مثلا سؤال، مثلا زي سؤال من الأسئلة. انا هنا مجرد ما بتك على اي اوبشن من الاوبشنز اللي بتظهر، بيبتدي ان هو يجيب لي في الجنب كلمة ديليت لو انا عايزة اعمل ديليت للاوبشن ده، لو انا غيرت رأيي مش عايزة احطه اساسا، او بيقول لي قول ان هو ده لو انت عايز تدي كومنت على الاوبشن ده. يعني مثلا زي مجرد ما الطالب يختار كلمة استومك هيلاحظ ان المسج دي ظهرت له. لو انا عايزة اقول له هي فعلا المسج دي الصح، ممكن ابتدي ان انا اقول له مثلا that's the correct answer او correct answer على طول. ده مثلا فيدباك ممكن يظهر له، بس دي افضل مش في كويز هحط عليه درجات، ده افضل مثلا في حاجة اللي هو لو الطالب هياخد one by one، والاختيار ده خلاص مجرد مختار ومش هيرجع فيه. و بسم الله، ومش هحط عليه درجات يعني. او لو انا مثلا حابة ان انا اوصف له الاستومك دي، لو انا عايزة ادي له وصفة مثلا هي الاستومك شكلها عامل ازاي، الفانكشن بتاعتها ايه كده، ده كومنت مجرد ما بالطالب حتى هو كاتب هنا display a message to respondent who select this answer، مجرد ما بيسلكت الانسر دي انا عايزة اقوله كلمتين، هي الكلمتين دي انا ممكن احطهم في المربع ده. واخر حاجة ان هي دي الكوركت انسر، مجرد ما بتكي عليها هو مايكروسوفت فورمز بيبقى عارف ان هي دي الكوركت انسر، ويبتدي ان هو يحاسب الطالب عليها. لو انا عايزة، لو انا على نفسي عايزاه يحاسب، لو انا مش عايزاه يحاسب خلاص. طيب، هلاقي تحت علامة اسمها points. points دي لو انا مثلا say عايز احط ان كل سؤال عليه درجة معينة، انا مثلا هحط 10 اسئلة وهحط على كل سؤال درجتين، فانا هحط هنا دي درجتين، فانا عايزة التوتال في الاخر يبقى كل هم 10 اسئلة وكل سؤال درجتين، يبقى انا في الاخر كده هيبقى الامتحان كله من 20 درجة. في هنا بيقولي multiple answers، يعني انت مثلا شايف ان اللون الاورنج ده ينفع يكون اكتر من organ مثلا، بس يعني عادي مش لازم على الحاجة دي نفسها، ممكن على اي سؤال لو في سؤال بيحتمل ان اكتر من اجابة تبقى صح، ممكن اخلي هنا multiple answers. وهنلاحظ ان العلامة كانت هنا دوائر، دي كلها كانت دوائر، مجرد ما علمت على multiple answers اتحولت كلها بقت مربعات صغيرة. الحاجة التانية اللي جنبها required، required دي معناها ان هو لازم الطالب يجاوب السؤال ده علشان الانسور بتاعه يحصل لها submit، يعني السؤال ده required وانا طبعا كده ولا كده قلت له في الاول ان all questions must be answered، فهو الطالب عارف ان الاسئلة كلها مفروض يجاوب عليها. طب انا ليه كلمة required هنا مهم قوي ان انا اعلم عليها حتى وانا قايل للطالب ان هو المفروض يجاوب كل الاسئلة؟ علشان كده انا بقول لمايكروسوفت فورمز
لو سمحت ما تقبلش إجابة الطالب ده إلا لما يبقى معلم على كل الأسئلة ومختار السؤال من إجابة من كل سؤال، علشان لو طالب مثلا علم على سؤال وهو في الزحمة الكليك نفسها ما سمعتش أو كده، فهو مايكروسوفت فورمز مش هيقبل الإجابة بتاعه إلا لما فعلا يبتدي إن هو يجاوب على السؤال. في طلبة بتعمل سبميت في النهاية من غير ما يبقوا مجاوبين على سؤال، اتكوا بس على كلمة سبميت غصب عنهم، فكلمة ريكوايرد مهمة جدا جدا علشان خاطر الموضوع ده. هنلاقي علامة منيو كمان هنا، تشوف الاوبشنز دي ان هو هيبتدي ان هو يعمل لي تشوف للاجابات اللي موجوده دي مع كل طالب. دي طبعا حلو علشان مثلا لو الطلب هيقعدوا ينقلوا من بعض وكده ما يقعدوش يقولوا السؤال الاول اجابته رقم 2، لا يعني هيبقى لكل واحد اجابه يعني اوبشنز مختلفه عن التاني. ماث ده للاسئله اللي ليها علاقه بالرياضيات فاحنا ما لناش دعوه بالجزء ده. سبتايتل لو انا عايز احط هنت مثلا على السؤال، انا قلت له خلاص choose the correct answer مثلا، يعني ممكن لو انا مثلا هنا multiple answers مثلا انا عايز اديله هنت ان ده multiple answers، هقول له مثلا please select two answers مثلا، لو انا عايز اقول له 2، لو انا عايز اقول له اي هنت بقى اي حاجه ليها علاقه بالسؤال بكتبها هنا، سواء حاجه هتساعد الطالب ان هو يجاوب، سواء يعني اوردر انا عايز اديه للطالب على اجابه السؤال ده. يبقى احنا كده خدنا اول سؤال اللي هو سؤال الام سي كيو. سؤال الام سي كيو مش لازم يبقى فيه صوره، الصوره دي اوبشن، انا ممكن اعمل ديليت وعادي جدا السؤال هيبقى منظره عادي ما فيهوش مشكله. مش لازم ان انا اقعد احط صورة. الحاجة التانية في اوبشن فوق كده معمول هنا علامة الكوبي. علامة الكوبي ده لو انا عندي مثلا سي ان كل الاسئلة بتاعتي ليها نفس الاسطمبة وليها نفس الشكل، فانا مش عايز اقعد اكتب بقى ان انا قاعد اختار مثلا 3 انسرز مثلا وليهم نفس الكومنت السبتايتل، السؤال مثلا هو سؤال ثابت بس انا هغير الصورة، ممكن اعمل بس كوبي للسؤال ويبتدي ان هو يعملهولي. هلاقي سؤال رقم 2 له نفس الفورمات وله نفس الشكل بالظبط، بس انا عايز اغير الصورة دي ممكن اغيرها، عايز اغير السؤال نفسه ده اغيره، عايز اغير الاوبشنز تحت دي اغيرها، انا مش محتاجة السؤال، انا بالنسبة لي رقم 1 ده كفاية. تمام، يبقى انا كده عرفت كل حاجة على الـ MCQ questions، وده شكل السؤال فعلا اللي بيظهر، ده شكل الحاجة السبتايتل اللي كانت موجودة اللي انا هدي للطالب فيها اوردر مثلا، او لو انا هدي له كومنت، او لو عايز اقول له اي حاجة ليها علاقة بالسؤال، عايز اوصف له الصورة، عايز اعمل معاه اي حاجة، عايز اقول له اي كلمتين ممكن احطها هنا في جزء السبتايتل. انا كده خلصت خلاص الام سي كيو.